في الجولة الماضية قاد المهاجم النيجيري ستانلي أوهواتشي فريق وادي دجلة لفوز ثمين على دمنهور بملعبه عندما أحرز الهدف الوحيد بطريقة رائعة. وفي نفس الجولة أحرز النجم الغاني أرنست بابا أركو واحدا من أجمل أهداف هذا الموسم في شباك عصام سعد حارس الشرطة، وساهم في فوز المقاولون بعد غياب دام قرابة الشهرين. ستانلي البالغ من العمر 24 عاما والذي بدأ مسيرته في بايلسا يونايتد وهارتلاند في الدوري النيجيري، ثم خاض تجربتين احترافيتين مع أتلتيكو بالياريس الإسباني وسليما واندرز المالطي قبل انتقاله لصفوف وادي دجلة في 15 من أغسطس الماضي، وحجز لنفسه مكانا ثابتا في التشكيلة الأساسية مع أحمد حمودة وحمد سبطي، ولعب 9 مواجهات وأحرز أول أهدافه في مرمى الرجاء في الجولة الرابعة، كما صنع هدف في لقاء الجولة السابعة. أما بابا أركو الذي تعاقد معه الزمالك قبل أكثر من 10 سنوات مع زميله محمد باو، فقد تجاوز صدمة البداية غير الموفقة في القلعة البيضاء وتألق في صفوف طلائع الجيش، وتصدر قائمة هداف الدوري موسم 2008-2009 برصيد 12 هدفا مناصفة مع النجم الأنغولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي. ثم أكمل الموسم مع فريقه القديم قبل انتقاله لسموحة في الموسم الماضي، وسجل معه 4 أهداف منها هدف ولا أروع في الجولة 3 لدوري الشهداء في شباك الأهلي، قبل أن يحط الرحال في قلعة الذئاب هذا الموسم ويواصل عطاءه بمشاركته في 10 لقاءات وتسجيله هدف وصنعه 3 أمام المصري والمقاصة وإمبي في الجولات 4 والـ5 والـ9.